Aujourd'hui, nous sommes à Djelfa. Nous avons organisé une rencontre avec les acteurs de la ville, entre autres le CLOA, c'est le Conseil de l'Ordre des architectes. On a invité aussi l'Université de Djelfa, les directions de l'exécutif de Wilaya, les ingénieurs et les associations des ingénieurs en génie civil, les quelques membres d'APC et les chefs de service des travaux de maintenance et des travaux techniques. Et à travers cette rencontre, on a tracé un programme d'intervenants, c'est des docteurs d'université, pour parler de l'éclairage public, de l'aménagement urbain, de l'architecture et surtout de construire à l'avenir des villes qui répondent aux besoins adéquats des citoyens pour une vie meilleure. Belux organise des séminaires, des forums, des rencontres scientifiques, comme on est en train d'organiser ici à Djelfa. Mais tout ce qui a été organisé, c'est avec la participation des universités et du CLOA. حاولنا من خلال هذا اليوم الدراسي العلمي أن نجمع بين مختلف تخصصات ومختلف تقنيين، فكان حضور مميز وتدخلات قوية جاءت في جوانب تقنية تناول فيها المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون من خلال جمعياتهم ونقاباتهم مختلف العراقيل والمشاكل والاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتحسين واجهات المباني من خلال تحسين الإنارة فيها الداخلية والخارجية، وكذلك أهم التوصيات المتعلقة بتحسين الإنارة العمومية في الشوارع. اليوم كنا معروضين من طرف شركة بيليكس اللي دارت هذا اليوم الدراسي واللي تطرق إلى الإنارة في الوسط الحضري ولا رفاهية الإنارة في الوسط الحضري. استمعنا إلى مناقشة الكثير من المداخلات التي قدمها الدكاترة، وأتيح المجال ولا فتح المجال إلى كل المدعوين للمساهمة بأفكارهم وآرائهم من أجل إثراء هذا اليوم الدراسي. وتكلمنا أيضا على سواء الإنارة الداخلية أو الإنارة الخارجية، الإنارة العمومية والإنارة الترفيهية وكل أنواع الإنارة، ونتمنى أن الإنارة تكون في مدينتنا بأساليب علمية مدروسة، بدراسات معمقة، ما تكونش تنفيذ فوضوي للإنارة ليتضرر منه المدينة وتضرر منه المواطن، ويكون تشوه في الإضاءة وتشوه بصري ويأثر حتى على نفسية المواطن. كان الهدف من هذا اليوم الدراسي هو معرفة مدى الدور الذي يلعبه أو تلعبه الإنارة من الجانب الابتكاري، بحيث أصبح للإنارة دور مهم، دور ممكن أنها تساهم في السياحة الداخلية وتعزيز السياحة الداخلية، ممكن أنها تلعب الإنارة دور مهم كذلك من خلال المحافظة على التوازن البيئي والتنازل المناخي، ممكن أنها تحافظ على صحة الإنسان من ناحية البصر وإلى غير ذلك. كذلك ممكن أن الإنارة تدعم السياحة والسياحة تدعم الاقتصاد من خلال تنشيط ممكن جانب جديد من الحياة الاقتصادية وهو السياحة الليلية، وهذا المتعلق أساسا بوجود مجموعة من المرافق التي تعمل عليها الجماعات المحلية لتهيئتها وتطويرها وإعادة بعثها من جديد لكي تكون هي الأداة الممولة للبلدية وتصبح هي الأداة الممولة لتحريك العجلة الاقتصادية. تحدثنا عن جانب مهم جدا بالنسبة لي موضوع اليوم الدراسي، الا وهو رفاهيه الاناره في الوسط العمراني او في البيئه العمرانيه. اخذنا نموذج اذكاء المدن واذكاء الاحياء من خلال الاعتماد على الاضاءه الذكيه باعتبارها نموذجا اصبح يحتذى به في كثير من البلدان من بينها البلدان الحديثه. وتطرقنا إلى جانب مهم جدا وهو ترشيد الطاقة والاستغلال الأمثل للطاقة من خلال اعتماد نموذج حديث أو نماذج حديثة
فيما يتعلق بالإنارة وكيف يمكن للإنارة أن ترفع من رفاهية المواطن داخل المدينة.